السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة مدير المزرعة. والحين شتاء، خلنا نطوف الشتاء. الصراحة الشتاء في الترا سبيد اسكب وينتر. اوكي يا سلام، اقدر اسوي سكيب وينتر، هذا شيء ممتاز. بس ما خلص الشتاء، ليش عني دقيت سكيب وينتر؟ زين، خلص التريننج، خلينا نصير التريننج اللي بعده. اهم شيء التدريب، ترى التدريب وايد مهم وجزء كبير من اللعبه. لحظه، يوزر نيوبل مانا باور شوترز كاباسيتي 10%، براكتيكال تريننج تدوس ذا برايز اوف ماشينز ات سوك ماركت. الحين اشترينا كل اللي نبغاه. فار فانيشن مانجمنت تريننج ريديوس بيلز باي 2%، هذا زين. واتير هذا انكريز ماشين دربلت 10%، بعد وايد زين. انكريز سترينث، ابا سترينث، ابا ما يرقدون 24 ساعه صراحه. ليش راح اسكب الوينتر؟ وين صار؟ خلص يا شتاء. انزين، انا كنت العب في شيء غلط. الراديوس هذا مال البيت كان، شوفوا الحين البيت هذا كان يغطي المزارع، فكان يروحون يشتغلون في المزارع، فكان لازم انزله. بس هني نفس الشيء، بس هني يشتغلون اصلا في الاجريكلتشر، بس بنزله لين الفارم هاوس. بس شوفوا اليهم كلهم يشتغلون وين؟ في المزارع هذه. وطبعا على هذا الموال اقدر ازيد مزارع الحين، بس ما ابى مزارع صراحه، ابى مصانع. المصانع وايد مهمه. خلينا نبيع الناتج، عندنا بيض، عندنا اشياء، ما بنبيع جبن، بنبيع جبن سعره مرتفع وايد. اوكي، خبز عندنا قمنا، انت تشوفوا عندنا رازبيري، عندنا جبن الغنم. اوه سعره طاير، عندنا وايد اشياء هني، سعر قامت ترتفع شوي الصراحه، اللي هو شيء زين. زين، خلينا نبيع بذور. لا بذور خلينا نرجع، ترى قاعد يزرعون بيردون يشترون، ترى يا سبيع بخساره. زين، وهذا نبيع 299,000. نرجع الحين على نص مليون، نلعب حلو على النص مليون درهم ولا واتفر العمله مالهم الحين. انا ياس اقول درهم، بنحط على اثرها مصانع، لان ليش احنا نطالع الوير هاوس عندنا في اشياء ياس نبيعها منتج خام. حرام نبيع منتج خام صراحة، من هايل مثلا بيتروت وهايل. بس بضيف شيء جديد، الا وهي الفواكه. وير هاوس هني، مش ديكوريشن، مش اذرز، لا جرين هاوس. فيفرت كروبس، ما بكروبس. وين زراعة الفواكه؟ ما اعرف. زين، مش انه ما اعرف، بس بنشوف الحين الفواكه بنزرعهم. دار مزارع قلنا يمين بتكون منطقة مصانع. اذا تجي الفواكه تعرفون وين؟ ما عندهم مكاين؟ تبا اي مكاين ما عندهم للبلو. البلو ما ظني عندي جراج فاضي اصلا على اساس اني اشتري. زين، هل البلو ما عنده؟ للبلو ما عنده، للبلو ما عنده. هذا ارخص شيء واظني سهل اني احطه، من اني حطينا هني اثنين تذكرونه. زين، فخلوني بحط الجراج اول. الجراج اللي هني، وين يغطون؟ يغطون المزارع كلها. الحين المزارع اذا بنروح يسار ما اقدر اروح يمين، او هني، فيمكن امتد في المصانع هني. هاي خلهم هني عادي، بسوي مصانع جديده هني. والفواكه ما بحطيهم هني، الفواكه فواكه فواكه بحطيهم هني. مزارع بشكل عام هني. انزين، الحين خلنا ناخذ للبلو وصديقنا، اظني ليلي بلو باي باركنج 6، باخذ 3 حبات. هاي رخاص وممكن جدا ان الكل يستعمله. صبر، حبة حبتين باي باركنج 6، 3. الحين ما مفروض ما عندنا مشكلة نقص، الا اذا طلب سيارات زيادة موضوع ثاني. بس شوفوا، راح يطلب سيارة، راح يطلب عمال. عندنا مكان في البيت، عندنا مكان عامل زيادة. مشكلة العمال اللي هني ما يغطون المزارع اللي هناك، عرفتوا؟ مكانهم غلط. اقدر ارد احط العمال مال المزرعة هني في بيت جديد. ويت، في سيارات. هاي السيارة نو ماشين، بريسيشن سيدر،
اوركيد تراكر. تنافس ستاف اوركيد تراكر. ما تنافس ستاف. اوكي بيمشون عمرهم بالمكان الموجودة ترى خلاص. اوركيد تراكتر يبون تراكتر بس واحد. اذا تراكتر نقدر نوفر تراكتر جديد هنا يصير. ها ما عندنا مشكلة مفروض فيه. انزين الحين في عمال ناقصنا. اول شيء خلينا نزيد عامل واحد زيادة هني فاهم في البلانتنج. ليش عندي مكان فاضي 7 من 8 هاير ما اقدر اسوي ستاف اكثر ما اعرف. زين خلنا بس ننقل حد من هاي ريلوكيت هاوس نمبر 9 بيساعد شوي زيادة. بيكون في عمال ما عليه بيقومون بشغلهم على امل يعني يقوم يعني. لان الجماعة اللي هني كانوا يساعدون هناك وهني انا نكبتهم. زين بس المشكلة الحين اللي اسوي هاير ما اقدر اوظف لسبب من الاسباب. هل عندي حد اقصى من العمال؟ 9 من 70 نت اساين. اوكي وايد مثير للاهتمام. انزين اذا ما بقدر اوظف انا في مصيبة ترى. معضلة كبيرة جدا. زين خلينا نزرع فواكه. اين انت يا فواكه؟ برودكشن وير هاوس جاراج ديكوريشن انيمال. ما في الا مزارع الستاندرد. هاي مزارع ستاندرد. خلينا نشوف وحده اثنتين ثلاثه. احنا بديناها مكان غلط صح؟ بس رجع لي 8000 والدهل. زين الحين بنبدا نسوي المزارع هني. ها طبعا كان سوء تقدير في البدايه لكن بتمشي الامور ما عليه. وبنسوي شارع طويل لين حاليا. طبعا الشارع الداخلي احنا قلنا ترابي لانه مزارع بالطريقه هذه. هني الشارع اللي على اليسار ما راح يكون ترابي. هذا شارع فعلي راح يكون. اظن هني الفواكه نقدر نزرع. فواكه مش هني؟ اذا الفواكه مش هني فانا غلط غلطه ترى. اظني غلط غلطه يا جماعه الخير. وين ما في الفواكه؟ وين المفروض يكون في فواكه؟ جرين هاوس. شو عندنا غيره الحين؟ لازم نشيك كل شيء اساس. شو فروتس بس اللي يعتبر فروت؟ شو راسم هو اصلا؟ طماطم لا فيجيتابل. هذا راسم لي رازبري. اوكي رازبري وهاي يعتبرون فواكه. رازبري وتوت وغيره. اذا تشي السالفة بنلغي هايل وبنسوي جرين هاوسز نفس اللي هناك بس حق المنطقة هاي. يعني هل نهدم الشارع؟ قامت اللعبة يستوي فيها لاقع فكرة من كثر ما قمت ابنيها. هل نهدم الشوارع هني ونبدأ جرين هاوس نفس اللي هناك بس بهذا الاتجاه؟ ليش بسوي لهم منطقة مخصصة بالذات لهم؟ يعني هل نسير على الجرين هاوس الكبير بنسوي مثلا 1 2 3 4 5 6 بسوي شارع لهم هني. اوكي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. زين بخلي مسافة دائرية. صبر خلينا نمسح هذا. زين مسافة دائرية هني. زين ونسوي البيج جرين هاوس الثانيات وين؟ هني. يمكن المساحة شوي زايدة صراحة. بركز اظني على عصير واحد
زين ونبني لهم شو سوشيال بيت. بيت بيكون شوي هني مش هني، خلينا نسوي الشارع في الوسط اقل خدمات. بيكون البيت هني، بيكون البيت هذا خليه يبني. بس بخبركم خلينا نحط هني زراعة، قلنا بنحطي بس فواكه، بنحطي الا رازبري. اوكي ليت كان في شفت كليك بس زين. وهذا بنحطيه شو، بنصغر المدى ماله بس على البيوت على اساس ما حد يشتغل مكان ثاني. زين نبى كهرباء، هاي بتغطي كل البيوت. نايس زين، هاي بتغطي البيوت كلها. هني نحن نقدر نسوي هاير، بس انا مش قادر اسوي هاير مش عارف السبب. انا الحين مش عارف سبب اني مش قادر اسوي هاير. هل في كاب في عدد اقصى للموظفين؟ هل في شيء في المرحلة الحالية؟ شو بسوي اول شيء؟ خلنا نشوف التدريب شو اخباره. كريز ستورج ماشينز، وين السترينكث؟ امبلويز سترينكث باي 15%. نايس، معناه بيشتغلون اكثر. انزين اذا مش قادر اشتغل بشل شويه عمال، ريلوكيت لين هاوس نمبر 10، سوي حق هذا. Not enough resources. Sheep milk, sheep milk, sheep milk. Harvested. زين. البيوت عندي وايدة بس. لحظة رايت كليك. لفت كليك. 2500. قلنا رازبري كله. بنسوي عصير رازبري. زين نسوي له ابجريد. الحين هذا الشيء ياخذ وقت. لو اسوي تيمو بريح. استروبري نبى، رازبري نسوي له ابجريد، نبى هني رازبري نسوي له ابجريد ماي، نبى هني رازبري نسوي له ابجريد ماي، ونشتغل على الطريقه هاي. بحط ماي ترى في ماي. رازبري كل ابوهم رازبري. الحين ليش نوحد الانتاج حسب المصانع؟ انتج نفس الشيء. انزين ان هذا هذا اوكي. الحين باقي هذا رازبري ابجريد، كلهم ابجريدت. ايه ابجريد يس رازبري رازبري ابجريد يس. عندنا بعد رازبري غير ابجريد يس. انزين الحين تم عندنا المشكلة الأساسية اللي هي الهاير. المشكلة ما يعطيني السبب، هل أنا وصلت حدي؟ هل أقدر أزيده مقابل إنتاجية زيادة؟ زين خلنا نشوف. نزيد هذا الرينج، هذا محتاج تدريب. لا هني في نوعا ما عمال، خلهم برايهم بيكفون. الحين بشل شوي عمال من هني بحطيهم هني على اساس يكون الشغل شو زين. ريلوكيت هاوستن نباتات، ريلوكيت هاوستن. عندنا اربع عمال هني على ما بيكفون. انا اعرف ما بيكفون بس حاليا هذا اللي نقدر عليه. Not enough resources. Wait شو wait شر 10,000. الحين احنا بنزرع وايد اصلا. زين الحين هذيل بيسوون لنا ازمات ثانيه. صبر، عندهم مستودع، هي عندهم مستودعات عدم رب طيبه، عندهم اكسس على المستودعات. هاي المكان عندهم اكسس، هاي اللي بيزرعون بيسوون عندهم مكاين. بس هذيل هذا الموضوع هم موضوع. زين
خلنا نشوف اذا نقدر نسوي، اظن يمكن ابجريد اللي هني بلس 34 لارج اونر هاوس جيفز اكسس تو فيلتر ماكسيمم سايز. اوه اقدر ازيد مساحه الحقول، اقدر الحين اقدر اسوي هاير، بعدني ما اقدر اسوي هاير. انترستنج انترستنج فيري انترستنج، وما يعطيني السبب ليش. انزين هاي الشي يسوون هني محبين النباتات، لوكيت بيت 10 بشر من عندكم 2 اوريدي وايد على اللي هناك. ريلوكيت اهل النباتات، تعالوا ريلوكيت هاوس نمبر 10. الحين على الاقل هاي اللي بيشتغلون بيدرون لين واحد يبدا انتاج، لين واحد يحتاج هذا، لين واحد يسوي يعني في بروسس في الموضوع، راح يخلصونه عادي راحتهم. الحين هذا فنه، شوف كم قاعد يشل. يا سلام شو الهاربست على كيفكم. رينوفيت الحين قاعد يسوي هذا، بس شوفوا كم حشيش قاعد يزيد. اللي قاعد ينقص انا عندي نو ماني نو ماني نو ماني. هارفستد كلير اول فلوس حله موجود. بيع 5000 جبن وال، بيع هذا ويت. انا اظني بعت المرة الماضية بالغلط من شي اشتريته. سل 600000 سويت مبيعات، واو 600000. الحين مش ما عندنا مشكلة انا في 600000، انا بس ابى استكشف واي اي كانت هاير. يعني لو افتح جوجل اكتب فارم مانجر واي اي كانت هاير مور، يقول لي فيس فارم مانجر فيريس بروبلم، يقول لك ريكيت لهاير واس فارم مانجر افكتيف سبسكس هايرنج درايت امبروي سبسكس سافرس مارجن جيب انترفيو في البريشن فري رايت الاخر الاخر كنديشن. هذا ما اعرف لازم يبالي ادور فيه قبل. جوز هاوس موجود عنده بيوت هنا، شوفوا هنا بيت فاضي ما اقدر ارد اسمي البيت. اي اقدر اقدر. زين الحين شو بسوي اذا السالفة تي؟ كم راتبك؟ اعطني 25% زيادة. انت كم؟ اعطني 25% زيادة. انا بكدكم كد، 25% زيادة، 25% زيادة زيادة. ليش ارجع على نفس الحرمة انا؟ 25% زيادة. هذا راح يضمن انهم يشتغلون اكثر، راح يشغلهم هني. هذه خطة ترى دبلوماسية جدا. انزين الحين الشيء التالي 90 70 فارمر، انا سايند سايند ستف زائد هذا السوق زائد هذا هني. انزين هني عندنا فول ستف. زين هاي لو ازيد انتاجيتهم ما يستوي؟ يستوي اسرع هذا؟ وفي 25% اسرع صح؟ 100% يلا خلنا نشوفهم. شوفوا الطاقة ما قامت تنزل بسرعة، بيشتغلون فترات أطول وايد. يا سلام ها كلام كبير هذا. زين هذا مولع عندي أحمر، بس ليش ما عندي دور جرام الحين هني؟ خلنا نبدأ نشتري بال20000 لأنه وايد قمنا نحتاج سويا. 20000 زين خلنا نروح القرين نمسح هذا. اعرف انا شو محتاج كورن. 10000 واي نبا قراص عندنا وايد قوت، يمكن نحتاج 10000 انسان فلور ما نبا ويت. ما اعرف اشتري 10000 لان وايد مصانع قاعد تستهلكه. كيف عندنا مكان؟ عندنا 200000 وايد مكان عندنا.
زين بس شو اللي قاعد ينزل؟ شوفوا هذا عاطي رينج هني، هذا عاطي رينج هني، يعني هذا بالغلط اشتغل وياه قبل على فكره. نقدر نحدد المستويات اللي هم يشتغلون فيها، وحق كل منطقه نحدد ناس افضل. انزين warnings not enough stuff not enough stuff. زين انا عارف ما عندي enough stuff. زين you don't have enough stuff you need extra two. زين انت field harvested clear all. زين لان المشكله الحين ها في 6 من 8 هاير. اوكي اذا ندخل تحت في المانجمنت وندخل ستافنج وندخل هاير اصلا بشكل عام ما نقدر صح. You reach the staff limit you can increase it by complete training. وصلت staff limit يا حبيبي، في تريننج حق الستاف. صبر negotiation skill prize وريجز الاخره وينه؟ هو يقول لي اقدر اني ازيد بالتريننج. شوفوا في 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 لعبان في الموضوع. strength strength employee regeneration increase the strength employee cheaper workers employee. هذا ما في monitoring HR training and methods workshop formers reduce profitability فنجا كيورس. اوكي فاستر فاستر انكريز هارفست 10 باي 10 الاو تو. اه هذا يخليك ل 150 ستاف، هذا يزيدني وايد. اوه لين 500 نفر يقدر يكون عندي وانا اقول شو السالفه. قلت لكم لازم نقرا مكتوب هنا كان تحت. شوفوا الحين مشكله سبع ايام بخلص التريننج هذا، بخلص التريننج هذا شو بنسوي؟ بنبدا نتفاهم مع لاي اوت المصانع. الحين انا اللي ابغى اسويه ابى باي مور لاند، ابى ابدا هني حيواناتي مين هني، بمتد المصانع على الشارع العام. خلي المصانع لا بخليهم هني داخل، ولا اخلي المصانع هني ورا والحيوانات تروح يمين ويسار. شيء صعب. صبر خلنا نشتري باي مور لاند، بشتري هاي زين، وبشتري بعد شو 256,000 مشكلة. خلنا نشوف شو عندنا منتجات. خلنا خف سرعة اللعبة 225,000 هذا ما ببيعه، هذا سعره اوكي، هذا سعره مرتفع ببيعه. البيض مرتفع، هذا البيض نازل خل عندي، هذا مرتفع. رازبري ما ببيعه، هذا ما سعره ثابت تقريبا 200,000. انزين الحين ما بشتري اراضي زياده، يكفيني اراضي. الحين الهدف الاسمى اني اشغل منو؟ اشغل هذيل. الحين ها كم نيد تو مور ستاف تو مور ستاف تو مور ستاف. في حد ثاني يبى موظفين؟ هذا يبى موظفين، هذا 8 من 8. انزين اذا السالفه تي لحظه يقول لي 1 داي ليفت فور تريننج. الصبر يعطينا ال 1 داي وبنبدا في الون داي هذا ننتج سلسله المصانع اللي بتنتج من هاي. يعني خلينا نحط المصانع هنا خلاص، بوقف المزارع كلها لهالحد. زين لين هني، هناك بتكون الحقول، هني بتكون بيوت بلاستيكيه. كم بسوي يعني؟ يا اني امسحها يا اني بسوي. خلي ما ينفع شكله خايس. زين لان كم بحتاج مصانع حق هاي؟ ما بحتاج اكثر. فشو بسوي؟ طريق المصانع راح يكون هني اوكي، وهذا الشارع راح نهدمه لان طريق مصانع خله شوي كبير. زين خلاص صار عندنا طريق جديد. الحين لازم نحط شارع كبير هني، هذا شارع مصانع يعني وسط، ابي مره هناك. اظني في الوسط ما اقدر اسويه الحين لان كل شيء مبناي، فما بسوي صراحه، لازم اهدم وايد اشياء. انزين ما عندهم ابجريد تول ولا شيء اللي كان بيكون حلو وايد. انزين هني شارع المصانع، شارع المصانع راح يتضمن شو عندنا؟ فواكه، مصانع ال وين صار الفروت اللي هي هايل. الحين ما عندي فلوس بس نحن نعرف نقدر نجيب فلوس. انزين خلصنا التريننج صح؟ صبر خلينا نبطل اللعبه، نسير للتريننج وسير للستاف. تريننج كان اخر شيء صح 25,000 بسوي مانج. الحين خلينا نوظف هاير توز هاوس ذن بلانتس. بلانتس عنده بلانتس
بلانت. بس خلنا نزيد انتاجيتهم بالبلانت. لا مش مانوفاكتشرنج سوري. بلانت. واخر واحد شو؟ بلانت فول. انا صرت على اخر واحد دايركت صح؟ واللي فوقه كان. هذا بلانت. انزين. الحين ها بعد ما بيكفون ترى. هذا بعد ما بيكفون. فببني بيت ثاني. يا ليت اسوي دوبليكيت ولا انسخه ولا شيء. ما يستوي كوبي بيس ما يستوي. زين بنحط بيت ثاني ونبقى اظني اربع موظفين غير. اربع موظفين مفروض يكفون حق هني. على امل على امل ها كله على امل. وبنحط هني لحظه لحظه خلنا نهدم هذا البيت. خلنا نحط بيت موظفين ثاني هني. زين وبنحط لنا عفوا مستودعات warehouses. بنحط warehouse هني او هني. لا بسوي شارع في الوسط. زين وبنقسمه شوي. بنحط warehouse هني الطريقه هاي حسب الكل قريب منه. وبارن ما نبى طبعا. بارن ما نبى. المستودع هو اللي يشيل الرازبري. عندنا رازبري بس. المستودع هذا بعد بصغر المدى ماله. ليش؟ اساس مش كل حد هي. خلنا نسوي هاير حق بلانتس. والله ممتاز. خلنا نرتبهم بلانتس. قلنا اربعة واحد اثنين ثلاثة. ما في حد ثاني عنده بلانتس. هو ضعيف مو مشكلة. مو مشكلة. خلنا ندرب هايل. ما ان عندنا فلوس. انديورس تحمل مطلوب والله. زين بلانتس. هذا اللي دربته. هذا دربته. متى دربته الثاني انا؟ وهذا بلانتس يمكن كان فل اساسا. وهاير مره ثانيه بعد بلانتس. زين لان هاي طول السنه لازم يشتغلون. خلنا نخليهم بس على هذا المكان. اوكي الاخير هذا هو بعد تدريب كامل. الحين مفروض عندي انتاج رازبري ضخم. يعني عندي 1 2 3 4 5 6 12 بيت هناك. 8 بيوت ما شاء الله. انتاج عود مش صغير. فالانتاج ما راح يكون هين. تبنت نفس جرين هاوس رازبري. زين خلينا نشوف. خلي يون نشوف فيه ولا ما في. ما في نقدر نسكه 4 غير السهالات. دام صار عندي والله انديورنس بعطيك. ما عندي مشكلة. خلنا نرتب بلانس. بلانس في مكان في البيت مفروض فل. اوكي فل. دام تفول البيت شو بسوي؟ خلنا اول شيء نفول بلانس مالهم. كان في واحد انديورس بدون شيء صح؟ واحد ثلاث اربع هاي. اوكي الحين نقصكم نفر واحد مو مشكلة. تقاسموا الشغل انتو. الحين الوير هاوس قريب. كل شيء يقدرون يبونه من هني بدون ما يضربون خطوط. حتى الوير هاوس خلنا صغره. خلاص هذا الوير هاوس حق هني. اوكي كل حد يجي هني ويصير على الشغل على طول. يختصر لهم وقت وايد على فكره. وايد وقت راح يختصر. انزين الحين اللي راح اسوي راح ابيع شوي سامون بيض. ما با راسبري بخلي ما ببيع. حليب ما ببيع. خلاص البيض 5000 بيضه. جبن 1400 2400. هذا النوع من الجبن. هذا النوع من والله الجبن قاعد يدخل عليه فلوس يا متاخر. والملفوف بعد ياس يدخل فلوس. طيب صوف بعد مدخول. طيب يعني انت كم سعر المصنع هذاك الحين؟ لو انا بتكلم عن سعر المصنع نفسه فروتس 380000. انزين يا عزيزي الفروتس انت راح تاخذ تصميم مشابه حق منو؟ لا والله نمد الشوارع. نرتب هذا الشارع. نرتب تقاطعات حسب ينزلون. يوم بشتري الارض بالطريقة هاي. وهذا هني معناه مصانع. بعد غلط. شوفيني انا اليوم لسه غلط في كل الشوارع حاليا. زين بنحط شارع هني. بنحط شارع هني. وتقريبا نفس الحالة. بنسوي بيت في الوسط. بحاول اقدر يعني شيء تقديري. يعني المفروض يكون اوكي اتس فاين. لا ببني وبعدين بفصل. ببني بعدين بفصل افضل. انزين بنبدا نحطي اول مصنع المفروض الحينه.
يكون عندنا فلوس حق اول مصنع. شوف الفلوس يعني كل ما لا تزيد، كل ما لا الفلوس تزيد، فما عندكم مشكله. انتم الحين 71,000 ما بقى لنا شيء على 380,000، بس خلينا نشوف شو اخبار هاي الهايل. اظني يبالهم بيت صدقون، لان هني يبى تو ستاف، هني يبى تو ستاف، هني يبى تو ستاف. لحظه، 1 2 3 4 5 6 24 موظف صح؟ 24 موظف، البيت يشيل 8. اذا كل بيت يباله موظفين معناه بحتاج 3 بيوت، فعليا بحتاج 24 ستاف. وهو لان الحين يقول لي مسن كلهم شو not enough staff. لحظه وين هني كان كاتب صحيح not enough workers. شو اوكي مو مشكله الحين workers not، هذا شو مش قريب منه no warehouse. اوه هاي another problem. زين الويرهاوس شو يباله؟ لحظة بنحط لك ويرهاوس، خلنا نعدل المشاكل الموجودة. هذا ممكن استغني عن هاي الشارع زين بالطريقة هاي، احط ويرهاوس هني زين، واوصل هذا الشارع هني. الشارع مزارع عمره طيبة زين، شارع مزارع عمره طيبة زين. انت هني شو عندك محتشر؟ اوكي نحن هني قلنا بنحط بيت، شوفوا بنحط 4 موظفين، بنعتبر كل واحد يباله موظفين، نحط 24 موظف. كيف؟ اي صح 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 12 في 2، والله اني ضيعت في الحسبة. انزين فبنحط هني 24 موظف. ليش ما حطيته هني؟ ليش ما حط؟ خله هناك، بعدين بحتاج مساحة ما بحصلها اذا بزيد شيء. بنحط هني 24 موظف. اوه معنا وايد استهلكنا نحن من الموظفين مالنا اوريدي، يعني زاد الليمت لين 150 ولا زاد 150 زيادة؟ خلينا نشوف. allows you to hire up to 150 staff. انزين يعني يسمح لي لين 150 موظف زيادة. خلينا نشوف البلانس. واحد وهذا زين. اثنين انديورنس بعد مقبولين جدا ترى انديورنس. زين الانديورنس مش مقبولين اكثر مطلوبين الصراحه بعض الاوقات. بلانتس هذا كلهم لازم ادربهم انا على اساس يطلعون وحوش الشغل. انديورنس انديورنس في ناس وياهم بتزيد الانتاج، مفروض يكون عادي يعني. هذا بس انديورنس بس اشتغل هني، انا اسف اظني يكفيهم، هم ما طلبوا اكثر وطالبين 6 اكثر تقريبا، بس مو مشكله خلهم يشتغلون على قدم وساق على اساس شو نحن نقدر نسوي اشياء. زين الحين خلينا نبيع ونبدا اول لاي اوت حق اول مصنع. تذكروا كل ما نحط امر اند اوكي، كل ما نحط اشياء زياده كل ما نحن نبدا ننتج زياده ونسوي زياده. انت شو تبى؟ شو تبى؟ وين الوير هاوس؟ وهذا ما في كهرباء يا يحتشر. اقول هذا شوف يعني هذا بطيخ يعني، لا انا ما في كهرباء يعني عرفت. انزين اسوي هنا في كهرباء، استوى عنده وير هاوس والله مسكين يا يحتشر انا على طول. انزين بيض جبن جبن قطن سماد بيض خبز 45,000. هذا بيخلينا تقريبا نحطي اول مصنع، بس اساس ان الحين خلنا نبيعه مع الحليب لان نحن نبغى شو فلوس حاليا اساسا نحطي التصميم حق اول مصنع. زين تصميم اول مصنع، تصميم اول مصنع، تصميم اول مصنع. اين انت يا اول مصنع؟ وير هاوس برودكشن فروت بروسيسنج بلانت. فنحتاج اول شيء المصنع نفسه. شو تبى؟ نو ماشينز فرتلايزر، تبه نو ماشينز فرتلايزر سبريدر. خلنا نشتري فرتلايزر حقهم، والله دامهم شغالين على قدم وساق انا ما عندي اي مشكله اشتري لهم اغراض صراحه، لان ما شاء الله صراحه شغالين 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 زراعه يعني. ستوك عندنا قاعد يزيد وايد. شوف الحين نروح الماركت ونحاول تشوفوا كم عندنا كورن، كم عندنا. اشتريت انا كميه من شوي بس. اوه ويت فلور، يبالنا ضمن المصانع مخبز زياده.
لان الفلور وايد اسرع قاعد يستوي من الخبز. زين هذا نكست، اول شيء خلينا نحطي هذا. زين هذا بيحتاج بيت خاص فيه، شوفوا عفوا هذا بيحتاج بيت خاص فيه. Not enough money يا حبيبي على الفلوس، يا حبيبي على الفلوس، قد ما ندخل قد ما نصرف ترى، وانا وايد قاعد ابني ترى مش شويه. ما علي انا بشيل الرازبري، انا اسف، لا ابوهم الرازبري عفوا. زين الحين نبغى مجموعه اشياء، نبغى اول شيء كهرباء، كهرباء عندنا هنا على الشارع. زين ونحتاج بيت، هني بنحط البيت، ما اعرف اذا بمتده هناك. بنحتاج وير هاوس مستودع، زين مختص حق المصانع، ونسكر الشارع اساس يقدرون يمشون قريب. اوكي البيت بيحوي اربع مصنعين حق كل مصنع احطيه، انا راح اقدر احطي اربعة اشخاص حق كل مصنع، بس خلنا ننزل عشان ما يروحون هناك. اوكي ونفس الشيء هذا بنزل رينج مال هاير مانوفاكتشرنج. زين مانوفاكتشرنج عندك اثنين ثلاثة مو مشكلة عادي. والشيء الثاني هذا لازم ننزل الرينج ماله على حسب كم قاعدين نبني مصانع. ما اظني بحطي اكثر من اربعة الى ثمان مصانع، قد يكون العدد الاقصى لمصانع الفروت حاليا. انزين وغير هذا خل المحتاج نبيع، لان انا ماينس مئات الالاف الحين. نبيع 34,000 بس. انزين الحين نسوي لهم اساين، اساين بيكون لان البيت جنبهم امورهم طيبه. شوفوا مانوفاكتشرنج تصنيع بيرمننتلي، هذا جنبه مانوفاكتشرنج. يعني في حد ثاني ساكن؟ شو في حد ياسي يلمسهم من البيوت؟ ايه لا بس اوكي اوكي خلاص قمنا نحصل، لان هني ما يقدر يروح مكان ثاني، عرفتوا في الاول كان يروح لنا مكان ثاني. الحين بيبوا لهم رازبري، مغير هذا الى عصير رازبري اللي زرعناه. رازبري والله لو اسوي اورجانيك كله مو باحسن. زين هناك ناقصنهم بذور، بس بيجيبونهم بذور، بيشترونه تراهم يشترون كل شيء، عرفتوا؟ يا سلام الحين بدينا بنبدا مرحله تصنيع الرازبري. خلاص من نبدا تصنيعه في شيء نفس الرازبري يكون حلو. راح الحلقه طولت وايد، حطينا المصنع، ونشوفكم في الحلقه القادمه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.